تابع ومبدع قايد رسنها حب الله. يحييكم وسهلا مشاهدينا معنا من جديد في ملتقانا لليوم. بنتحدث مثل ما سبق وذكرت قبل الفاصل عن فعاليات أو بطولة دبي العالمية للضيافة واللي راح تقام إن شاء الله في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر، وهذه خلنا نقول عنها بطولة عالمية تشارك فيها أكثر من 12 دولة أجنبية وعربية، وفيها من كثير من الطهاة العالميين أيضا اللي يشاركون، وفيها ثلاث مسابقات يمكن هي المسابقة الدولية والإماراتية وأيضا المأكولات المحلية إذا ما خاب ظني. ولكن إحنا اليوم بنجري القرعة أيضا عن فئة مهمة أيضا، وبنستضيف حول هذه القرعة أو عن هذا السحب اليوم معانا كلا من سعادة أحمد بن حارب رئيس بطولة دبي العالمية للضيافة، مرحبا بك ويانا، وأيضا السيد أندي كتبرت عضو لجنة البطولة الدولية ويلكم، مرحبا. How are you؟ الحمد لله. مرحبا ساعة. نحن يعني اليوم بنجري السحب، وطبعا ما يوز يعني نجري السحب بدون ما تكون موجودة ويانا صغيرونة عفرة يعني بنت أحمد بن حارب. يا مرحبا، كيف حالك يا عفرة؟ عفرة نحن نبات اليوم تجرين السحب، تسحبين أو شيء، تخلطين الكور وتاخذين السحب إن شاء الله؟ إن شاء الله. أوكي إنزين، تخبرنا أستاذ أحمد عن فئة السحب اليوم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم أولا. بطولة توجيهات صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، أن ننظم بطولة عالمية. نعم. في دبي، فسعينا مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد العالمي واتحاد الإمارات للطهي. نعم. بإقامة هاي البطولة عالمية ومحلية. نعم. فبيشاركون السنة 12 منتخب من دول. نعم. العالم. نعم. فهاي أول بطولة عالمية على مستوى الدول العربية. نعم. بالنسبة للبطولات الثانية المرافقة لها هي كلها بطولات محلية. نعم. منها فئة المنازل وفئة المحترفين وفئة المنتجات المنزلية والإبداعية. حلو جميل جدا. عفرة نبتدي نجري السحب، تفضلي يا عفرة. خلطي و هي. بسم الله ما شاء الله عليك يا عفرة، الله يحفظك عفرة. خلينا يود عنك المايك زين، تعطين الوالد اساس توجهها للكاميرا. طبعا الحين احنا نجري السحب مشاهدينا عن فئة المسابقة او فئة المسابقة الدولية. نعم. الفئة هاي بيكونون أربع دول. نعم. بيتسابقون يوميا. نعم. فأول بلاد اللي طلعت عندنا ألمانيا. نعم جميل، ألمانيا إذن أول دولة. ناخذ السحب الثاني. ألمانيا أيضا من ضمن الدول يعني عطاري ألمانيا اللي يعني. نعم. الجديدة المنضمة إلى القرية العالمية عندنا، الصدف يعني. جميل. 12 منتخب يوميا يتبارزون، أربع منتخبات، هاي أيضاً. روسيا ثاني دولة. نعم. عندنا روسيا ثاني دولة. هذه هي روسيا. نعم جميل. يلا سحبي عفرة. نجري السحب. نقول بسم الله. يعني كلها تتسابق في مجال الضيافة. الضيافة. نعم. كلها. نعم. كاملة من كل أنواع الضيافة. نعم. نشوف الدولة الثالثة. نعطي البرازيل. عندنا البرازيل. مستر أندي البرازيل. You can speak Arabic؟ عندنا البرازيل. أنا بتكلم عربي شوي. Okay good. بعد عفرة حبيبتي. نبى منتخبنا عاد، إحنا ما طلع علينا الحين. لا لازم عاد عفرة شدي حيلك. زين بس لأن الوقت يداهمنا. عندك كندا. عفرة بعد تسحبين الاسم الثاني. كندا المنتخب الرابع اللي بيلعبون في اليوم الأول. فخلصنا من اليوم الأول. بس بسرعة وعلى السريع. So that's the first four on the first day. عندنا ويلز في اليوم الثاني، أول منتخب ويلز. يلا. جميل. وصلنا الحين كم من دولة ما شاء الله؟ خلصنا أربع دول. أربعة. هاي إحنا اليوم الثاني عندنا هونغ كونغ. هونغ كونغ. في شطورة عفرة على السريع. عطي بابا كم سحب لازم؟ جنوب أفريقيا. جنوب اليوم أفريقيا الثاني. باجي منتخب واحد. عش. بنكمل اليوم الثاني. ثلاثة. ثلاثة موجودات معانا باقيات من الدول نسحبهم كلهم صح؟ سلوفينيا عندنا اليوم الثاني، كملنا المنتخبات اليوم الثاني. ساعة
الثاني، باجي اليوم الثالث. And the last day. وراح يقام من 16 إلى 18 مشاهدين من هذا الشهر. عندنا أستراليا. أستراليا. أول منتخب باقي اليوم بعد الثالث. واثنين معانا. شكل سريع شوية. عندنا الولايات المتحدة اليوم الثالث ثاني منتخب. نشكركم طبعا يعني دائما على الضيافة اللي اليوم وفرتوها أيضا في الاستوديو عندنا. عندنا سنغافورة اليوم الثالث. ونحب نذكر أن الضيافة هذه بتنظيم من قصر زعبيل، وبقت دولة الإمارات وختامها مسك طبعا مع دولة الإمارات، وبالصدفة هي طلعت. ولا أجمل ما يكون هذا الشيء مشاهدينا. يعني حابين نشكركم اليوم، وهذه راح تكون يعني الدول المشاركه على حسب الايام بالتوالي. نعم. كل الشكر لك استاذ احمد بن حارب رئيس بطوله دبي العالميه للضيافه، وايضا كل الشكر للاستاذ والسيد اندي كتبرت عضو لجنه البطوله الدوليه. وشكرا عفرة حبيبتي، ومثل ما شفنا هذه هي الدول اللي راح تشارك. شكرا على وجودكم اليوم معنا. نحن وصلنا لختام حلقتنا، ونختم معكم مشاهدينا، ونشوفكم ان شاء الله على خير. We're gonna make it.